معنا انترفيو لريكي فان ستيدن. طبعا معنا ده من على فكره من القلائل كمان اللي لعبوا او حضروا كاس عالم انديه على مستوى لعب وعلى مستوى الاسيست مدرب كان اكتر من نسخه كمان. يعني هو لعب كاس عالم 2006 ولعب ضد الاهلي, لعب كاس عالم بالمناسبه, لعب كاس عالم برده 2009 في الامارات. وسجل جول في مازيمبي, جول الفوز اللي خدوا بيه تأهلوا, خدوا المركز اعتقد الرابع في الوقت ده. ريكي فان ستيدن هو من اللعيبه اللي لعبت منتخب نيوزيلندا, من لعيبه اوكلاند الكبار اللي بعد كده كمل فعلا وبقى اسيستنت كوتش وكمل. طب تعال نشوف الفريق. انت يمكن عندنا تقرير او كلمه من هذا اللاعب المدرب اللي شارك في كاس عالم الانديه امام النادي الاهلي, نشوفه ونرجع مع حضراتكم مع الناقد الكبير عمر البنوبي. Such big names like Barcelona, Club America, also Al Ahly, of course. It was a big honor for us. It was very exciting, but also very nerve-wracking. We're all very nervous, especially the first game against Al Ahly. We'd seen a lot of video on the team. They were very well organized with some very strong players. Flavio was there, of course, at the time, and not to mention Abu Trucker, who was a brilliant player in the center of midfield. He really ran the game, very controlled, great passer, strong. It was a great honor to play against someone of his caliber, and I will always remember that match. Mainly because of him. So again, great honor. Something I'll never forget. I hope that's enough for you, Emma. If you need anything else, let me know. Take care, bye. يعني تقرير اكتر من رائع عمر, بيبين قيمه كمان النادي الاهلي, وبيتكلم كمان على ايقونه النادي الاهلي ابو تريكه, بيتكلم على فلافيو, بيتكلم على استعداداتهم كمان لمواجهه النادي الاهلي, وكان عندهم توتر كمان من النادي الاهلي في هذا مشوار كاس العالم للانديه 2006. يمكن مشاركه 2006 زي ما قلنا هي اعظم مشاركه للنادي الاهلي حتى الان في كاس العالم للانديه. كنت سعيد جدا لما بسمع مع حضرتك برضو الكلام ده, انه بيتكلم احنا حضرنا للاهلي واتفرجنا على النادي الاهلي, فرقه منظمه جدا, شفنا فيديوهات ان انا هو ده ريكي فان ستيدن في وقت ما كان بيلعب في اوكلاند قبل الماتش. دي صوره المباراه بالمناسبه في اوكلاند. ويعني بيتكلم كمان انه فلافيو لانه هو حط الجول الاولاني, وذكر برضه صاحب الهدف الثاني ابو تريكه, اتكلم على ابو تريكه شويه زياده وقال انه يعني كان فخور انه يلعب ضد ابو تريكه, غني عن التعريف بالنسبه لهم. اعتقد انه الحاجات دي بتوري كمان الجيل اللي ما شافش انه لا ده الاهلي حتى لحد النهارده. الانترفيو ده معمول امبارح مع ريكي فان ستيدن, انه لحد النهارده بيقول انا ما اقدرش انسى المباراه دي تحديدا, لان هم بعد كده اخذوا برضه هم الخبره, وفي البطوله اللي بعدها في 2009 قدروا ان هم يحققوا مركز افضل لاوكلاند. هو افضل مركز, هو متواجد على طول كمان في كاس العالم للانديه, ومتواجد في اللي جايه بالمناسبه. يعني هو عشان بنتكلم النهارده, هو مرشح انه يلتقي الاهلي يعني في المراجعه دي برضه.